اليوم أول مرة أحلق بروحي، أحمد أخوي وأمي ما يدرون، أنا ترى منخش عنهم، عاد ما يندرى بيستانسون ولا بيزفوني، وما أدري بطلع وسيم ولا شيء، انتوا حكموا بعدين، عاد أنا ما أبي صفر يعني، بس أنا ربعي كانوا يحطوا على رقم 4، 2 3، سنة، يلا نبدأ. نو no. لا 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 كادت كادت كمل ولا لا كارتيزانو بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 رجلو كارتيزانو كمل ولا خليكي؟ لا زينك كذي. ايه؟ شوف قاعدة دورك صار لي ساعة منخاش. يعني حلو؟ اي زينك. أحمد! تعال تعال الحق دخول! أحمد! لبيك! الحق هذا ايش فيك توينز عشان اسوي نفسي شوي شوي ها؟ عاد تخاف ما بعرف. لا تدز يدي. احمد شوي شوي بالحرارة. الصوت 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 عادي ما بيعور. انطر انطر شوي شوي صبر. ما عجبتني قبل كنت احسن. زين يلا. قربنا نخلص صح؟ اي قربنا بس انت لا تداد هني. زين يلا نزل راسك. نزل. ما دخلت مينا. نزل راسك احمد والله تدري ايه والله ما بعرف الله يرحم لي والديك احمد ايش فيك يا اخي هاي عادي هاي صوت الماكينه لا لانه قاعد ينهز في راسي يا حليلكم اقرع قرن قاعد طاح في الطاشه صيح على امي يبي قرقاشه اقرع قرن قاعد طاح في الطاشه صيح على امي يبي قرقاشه ما اقدر اكمل لك الماكينه اخاف اجرحك شنو تخليني تشيك اني قطوس قد جرب لا لا بكمل لك بموس نحلق بعد زياده صابر يلا خلنا نجرب الموس زين اوكي اي والحين اجرب استعبطت شو؟ ايه ان شاء الله قاعد تشيل الشعر؟ ما ادري والله اشوف حط بعد يلا شوف مكان شي مبقع سويتني مكان فيه مكان ما فيه اي لان انت وايد تتحرك وما قدرت اشيل لا بموس ولا بمكينة لان ما تخليني لازم هاي الموس الطويل اللي كنا سكين اللي عند الحلاق هاي اللي بقت شو راسي بعد اي مرة واحدة